تمدد جديد وسريع لمسلح تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وانسحاب آخر لقوات عراقية. مصادر أمنية أكدت سيطرة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية على معبر القائم على الحدود العراقية مع سوريا، وبسقوط المعبر تسيطر التنظيمات المسلحة للمرة الأولى منذ اندلاع الاشتباكات على مساحة جغرافية متصلة بين العراق وسوريا، حيث يسيطر مقاتلون من نفس التنظيم على معظم شرق سوريا بما في ذلك معبر البوكمال السوري المقابل لمعبر القائم. وفي محافظة الأنبار ذاتها التي تقع بها بلدة القائم، أفادت مصادر أمنية بمقتل قائد لواء الفرقة 28 في الجيش العراقي خلال اشتباكات مع عناصر تنظيم الدولة الإسلامية. الجيش العراقي أعلن أن قواته تخوض قتالاً وأوقعت خسائر في صفوف المسلحين، وأكد قائد عمليات بغداد أن القوات العراقية استعادت السيطرة على معظم مناطق العفر. ونفى القائد العراقي انسحاب القوات وأوضح أنها تراجعت في بعض المناطق لإعادة تنظيم صفوفها. بشكل عام القوات الأمنية في تل أفر تسيطر على أغلب المناطق جنوب والشرق وأيضا من جهة الغرب، وقد مناطق أخرى المعركة مستمرة في منطقة تل أفر، والأداء الرائع للمقاتلين ولمن آزرهم من أبناء العشائر في صد الهجمات. وفي العاصمة العراقية وكثير من مدن الجنوب البعيدة عن مناطق القتال استمر تدفق آلاف المتطوعين استجابة لنداء الحكومة ومراجع دينية شيعية للانضمام إلى الميليشيات الموالية لحكومة المالكي. وشهد حي مدينة الصدر في بغداد استعراضاً عسكرياً هو الأول لأنصار التيار الصدري منذ اندلاع القتال في العراق، وارتدى المشاركون في العرض الأزياء العسكرية وحملوا قذائف صاروخية وبنادق نصف آلية، كما شهد العرض ظهور صواريخ محملة على شاحنات. مصادر في التيار الصدري نفت أن يكون الاستعراض عودة لميليشيات التيار المسلحة المعروفة باسم جيش المهدي، وأكدت مصادر في التيار الصدري أن تلك القوات هي سرايا سلام لحماية المقدسات الدينية لجميع الطوائف العراقية، وذلك على حد قولهم.